هذا الفضاء سوسيو رياضي بمقاطعة سباتة. هذا المشروع يندرج في البرنامج اللي وضعه مجلس عمالة الدار البيضاء ديال تهيئة ديال واحد مجموعة ديال الفضاءات ديال القرب، وهي فضاءات نموذجية تتميز بأنها مفتوحة لجميع الفئات العمرية، يعني من الرجال الناس الكبار والشباب والصغار. وهذا الفضاء هذا اللي تندشنو اليوم هو ضمن واحد تقريبا 20 فضاء، واللي الغلاف الإجمالي ديال هاد 20 فضاء اللي موزع على تراب ديال عمالة الدار البيضاء حوالي 88 مليون ديال الدرهم. وبين ان شاء الله هاد الفضاءات هذه انها ان شاء الله تعالج الخصاص اللي تتعرفوا مدينه الدار البيضاء فيما يخص مثل هاد المنتزهات وهاد الفضاءات. اذا ونتمنى ان شاء الله التجربه هذه تعمم، يعني ان شاء الله لتشمل جميع الاحياء ديال مدينه الدار البيضاء، وخصوصا الاحياء اللي آهله بالسكان. وللإشارة أن التجهيزات اللي تم يعني البرمجة ديالها داخل هذه الفضاءات هي من مستوى عالي، بمعنى يعني مثل ما تلقاو في المشاريع الكبرى ديال مدينة الدار البيضاء بحال لاكورنيش، بحال بعض يعني البارك ديال أونفا، يعني فضاءات في مستوى عالي بمواصفات عالية. وبالتالي إن شاء الله هي تنعتبرها واحد الفضاء اللي هو نموذجي مفتوحة للعموم بالمجان. المفروض جميع الفضاءات اللي تتنجز سواء من طرف مجلس العمالة او مجلس المدينة او في اطار ديال المبادرة ديال التنمية البشرية، المفروض هذه الفضاءات هذه يجب ان تفتح للعموم بالمجان. كشاني رئيس مجلس مقاطعة سباتة، احنا اليوم في هذا الحفل البهيج ديال الافتتاح ديال حديقة الهدى، جزء من حديقة صنداي السابقة هنا في مقاطعة سباتة. مقاطعة سباتة للأسف الفضاءات فيها قليلة نظرا لغياب الوعاء العقاري المناسب. طبعا كاين مساحات خضراء صغيرة هنا وهناك، ولكن فضاءات بهذا المستوى لأول مرة بطبيعة الحال كيتاح لمقاطعة سباتة بفضل الحمد لله العمل ديال مجلس عمالة الدار البيضاء. كيتاح للسكان مقاطعه سباتة انهم يستافدوا من واحد الفضاء بهيج بحال ذلك اللي تشوفوا، اللي هو مزود الحمد لله بواحد العدد ديال المرافق، لا بالنسبه للكبار ولا كذلك بالنسبه للصغار. هذه مناسبه باش نشكروا بشكل كبير السيد رئيس مجلس عماله الدار البيضاء، لانه ضمن المقاطعات التي استفادت من هذا المشروع من ساشي المقاطعه ديال سباتة. ومناسبة كذلك باش نشكروا كذلك السيد رئيس مجلس جامعة الدار البيضاء، اللي بالمناسبة هما الآن تحت الرعاية ديال مجلس الجامعة ديال الدار البيضاء كيتم التهيئة ديال الجزء الكبير ديال حديقة صنداي كذلك، وبالتالي سيكتمل هنا واحد الفضاء، واحد الشريط ديال الفضاء الأخضر لفائدة الساكنة، اللي غادي يكون إن شاء الله مجال ديال الفرجة وديال الترفيه لفائدة الساكنة الكبير فيها والصغير بإذن الله تعالى. كنشكركم على المتابعة ديالكم كذلك لهذا الحدث الجميل بالنسبة لمقاطعة سباتة. شكرا.